هلا والله انستغرام يا اخي، في سؤال ما خلاني انام الليل. الحين وش الفرق بين الدماغ والمخ؟ سيريوسلي، يعني what's the difference between the brain and mind؟ سامي فقف انت. سؤال هذا ما يخصك، انك ما تملك لا دماغ ولا مخ. معكم عبد الله، شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وانتم تشوفون هذا الفيديو. يعطيكم العافيه على الدعم في الفيديوهات الماضيه يا عيال، مستمرين بالتنزيل، الجدول معروف، كل 3 أيام فيديو جديد. قبل ما اصور هذا الفيديو كنت متكي على برنامج التويتر، تمام؟ كنت جالس انزل بالتايم لاين واشوف المغردين والناس اللي انا ضايفهم والجالسين يغردون عنا من صباح الله خير. زي ما تشوفون الساعه 7 الصباح، فتوقعت اول ما ادخل تويتر بحصل الناس تقول صباح الخير، صباحكم جميل، صباح زقزقة العصافير، على مدى يومك الحلو. لكن لا، اللي حصلت كل العكس، الناس كانت جالسة تزبد البعض، كلهم كانوا معصبين، ما ادري ليش، اتوقع عشان اختبارات بكرة، الناس زعلانة. وهذا الشيء اللي راح نسويه اليوم، راح نشوف بعض الردود اللي في تويتر اللي كانت غير متوقعة وبنفس الوقت كانت جامدة. بعض المرات انت تشوف تغريدة او تعليق في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وكذا تحس ان عندك رد قوي، رد ملجم، كذا الرد اول ما تكتبه راح تسكت صاحب هذا الكومنت، وبالفعل تاخذ الجوال وتكتب الرد وترميه، خلاص على اساس انك ايش؟ انا الفايز. تسمع صوت الطلقة هذه، اذا سمعتها اعرف انه جاك رد، ورد هذا قوي خلاك تندم على كتابتك لهذا الرد من البداية. لا طول كلام، في حال انه اعجبك الفيديو لا تنسى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك. ما بقى شيء، نوصل 3 مليون ان شاء الله، وما بقى شيء، بقى يعني 700,000 بس. ان شاء الله راح نوصلها بسرعة. التعليق الاول، هذا التعليق موجود في تطبيق الباث، طبعا برنامج الباث قفل قبل فترة، اتوقع قفل بعد التزبيدة اللي صارت. هذا الشخص اسمه مشعل يقول: احس ما في انوثة عند البنت اذا عندها ميول كروي كبير، جد وش بقت للعيال؟ ردت حصة تقول: اذا شلت فلتر الورد تفهمنا. اوكي، شوفوا انا ببدا يعني بالتزبيدات الليفل 1 الى ما نوصل للليفل الاخير. احمد يرد على تغريده ما ادري ايش كانت، الزبده كان يقول: شفته بالواتس اليوم الصبح مع المطر وضحكت. محمد الاول رد عليه ويقول: يعني تعلمنا عندنا مطر؟ رجع احمد ورد عليه وقال: معظم مناطق المملكه. احمد هنا بدا يشتغل مدقق املائي، شاف انه الموضوع يعني ما راح يفوز فيه، فاستخدم سلاح ثاني، فاتجه الى التدقيق الاملائي، قال له: معظم وليس معظم، انت حطيت الضاء بدون عصا والمفروض انك تحط الضاء بعصا. فكذا خلاص حس محمد هذا انه فاز. فجأة جه واحد لا له اي علاقة بالسالفة، دخل وقال: شوف نفسك كيف كاتب تعلمنا. نطلع فوق شوي، الرد الاول لمحمد يقول: يعني تلعمنا عندنا مطر. يا محمد لو انك ما صححت، لو انك ما كتبت شيء، شفت التغريدة ومشيت، مو افضل؟ احنا ناس نعظم شعائر الله، اذا انت نفسية وما تفرح بالعيد لا تنكد على خلق الله. جات اميرة ردت وقالت: ترى ما له دخل تعظيم الشعائر بالفرحة، محسسنا ان اللي زعلان جالس يكفر فيها. رد عليها وقال: اصلا من شفتك جالسة بحضن ميسي بالافاتار وانا غاسل يدي منك. اقول لك اسمع، نسيت اقول لك يا اخي، امس دخلت زارة كذا شريت ب2000 ريال على السريع، فجأة ابوي يدق علي يقول لي: يا اخي انت وشاري بطايق الصراف؟ والله فضيحة. ما شاء الله، ب2000 ريال، ترى الرسالة ما تجي بس من محل اللي شريت منه. ها ريهام تقول: ترى امك واخوانك يدورون اشيف واخس وحدة ويخطبونها لك، فلا تشوف نفسك وتحسب انك ماخذ قمر 14. اوكي، في البداية قبل نروح للرد والتزبيد، انا بيعرف ريهام هذه ليه زعلانة، ايش فيه؟ رد عليه عبد الله وقال: ان شاء الله امي ما تختارك. اوه، رجعت ريهام وردت قالت: ما اجي حتى في احلامك. اوه، اشتدت. رجع عبد الله وقال: لاني اقرا الاذكار قبل ما انام. والله فاز، والله عبد الله فاز. هذا الحماس اللي نبيه، هذا هو الجرينتا، هذا هو الحماس، هذا هو الجرينتا. لا حول ولا قوة الا بالله، من وين جيت؟ بس هذا الجرينتا من جد. تطبيق الباث من جديد، واحدة تقول: سواقنا بيجلطني، اقول له يلف يمين يلف سيدا، فيس زعلان وقلب مكسور. يزيد رد يقول: يلف سيدا ما
والله انت اللي بتجلطين. لا هذه من جد حقيقي يعني. اوكي صح انها زبيده بس كيف الفسيده يا صديق؟ بالله الفسيده كذا ويكسر يسار عرفت كذا عناد. بس لما اللي قلته مو مفهوم. سعد جركه يقول قريبا بصنع طياره وفقع الى الغير المعلوم. مستشفى شهار رد عليه وقال طائرتك منك وفيك لا داعي للصناعة. ايش هذا؟ شيء مو طبيعي. الشيخ عادل كلباني يقول طبعا معروف الشيخ هذا يعني اسلوبه في الردود قوي شوي. الزبدة انه يقول تستطيع تفريغ قلبك من الحسد اذا اقنعته ان العالم يتسع لجميع الناجحين. كلام جميل رهيب ما يبغى هواش ولا شيء. جه واحد كذا رد عليه وقال العالم يتسع للجميع ويتسع للحيوانات ايضا. رد عليه عادل كلباني وقال ولا كان ما لقيناك. يا جماعة الخير ايش هذا؟ والله العظيم هذه واحدة كاتبة باليعوي يقول الشاعر ما ادري اذا قلت باليعوي صح اصلا ما ادري ايش معناها. الزبدة كاتبة لو كل كلب عواء القمته حجرا لأصبح الصخر متثاقلا بديناري. الله صح زانك معني ما فهمت ولا شيء. رد ابو عبد الله العسيري عليه وقال ما شاء الله الاخت خبره بالكلاب. ردت عليه وقالت واحدد فصيلتك بدقه ايضا. كانت شاعره قبل شويه من الحلال خليتها تطلع من طورها وتكتب ذا الكلام. لماذا لا زلت أحبك رغم كل ما فعلته بي؟ رغم كل ما فعلته بي. شوف الإجابة في اسمك. لا كيف التمثيلية يا شباب؟ وبين بينكم يعني احنا كنا في مجال التمثيل بل احنا صغار احنا نطلع في اروح للي بعد. اوكي هذا واحد اسمه ياسين كاتب لكي تشعر بالسعادة الحقيقية ابتسم في وجه المحيطين حتى ولو لم تعرفهم نقطتين لن ينسوك أبدا. رد عليه سالم وقال صحيح لن ينسوك أبدا ونحن أيضا لن ننساك. سلم جوالك للمرشد الطلابي وخلك واقف عند الإدارة. الرجال مسوي حكيم على الصبح أتوقع كذا متخبي بالشمال وجالس تحت الطاولة وجالس يكتب ومتوقع بيوصل 1000 ريتويت. فجأة درعم عليه الأستاذ سالم وراح لمرشد الطلابي ووقف عند الإدارة. ما أدري وش صار عليه ولكن إن شاء الله بك بخير. حساب السويد أتوقع حساب العربي ما أدري بالضبط. المهم كان كاتب غدا 17 مايو هو العيد الوطني في النرويج ويحتفل الكثير من السويديين بذلك ايضا. مسوي منشن لحساب النرويج. الموضوع الحين بين السويد والنرويج. في واحد اسمه فيصل حب انه يشارك ويقول العيد الوطني بدعه. حساب النرويج رد عليه وقال لم نوجه لك دعوه للاحتفال به معنا. يا جماعه الخير انا اقول كذا نوقف. حقيقي الناس هذه كلها صراحه انا اشعر بالحزن لهم صراحة ودي أشوف ردة فعلهم الحقيقية وقت ما صارت لهم المواقف هذه. مستفاد من هذا الفيديو يا عيال إنه لا تروح تحارش خلق الله لا يجي أحد يرد عليك رد ويطلع شكلك بايخ زي كذا وضيفني بتويتر. أتمنى من كل قلبي يا عيال إن الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا تضغطون زر اللايك وتشتركون بالقناة إذا ما كنتم مشتركين ولو كنتم مشتركين فعلوا زر التنبيهات. وإذا كنت فاضي عاد ما عندك شيء خش على القناة شيك الفيديوهات اللي نزلتها الأيام الماضية. في فيديوهات مرة رهيبة نزلت والجاي أرهب وأنا أعني الكلمة هذه لأن الجاي بيكون شغل مرة رهيب وغير عن اللي أنتم كنتم تشوفونه الفترة الماضية. الزبدة كل شيء بوقته حلو. أنا هنا لازم أترككم أشوفكم على خير إن شاء الله بالفيديو الجاي بعد 3 أيام من نزول هذا الفيديو. هذا كان كل شيء. كان معكم عبد الله ويلا سلام. شوفك على خير إن شاء الله. لا مو شوفك على خير. ترى الرسائل ما تجي لا لا كان ترى الرسائل ما تجي بالمحل اللي شاريين منه. أقول اسمع ترى رسائل ما تجي على